شكرا. اتفضلي يا ماما. ميرسي. انا كلمت خالي وقلت له على موضوع جدوله الديون بتاعت الارض القديمه. احسان، انت لسه بتحب امال؟ امال يعني ممكن تسامحها بعد كل اللي عملته وتغفر لها؟ امال غلطت في حقي غلطه كبيره قوي يا ماما، مش غلطه واحده، امال غلطت في حقي اكتر من مره، بس انا متاكد انها كانت بتحبني في يوم من الايام، ولو ما كانتش بتحبني ما كانتش اتنزلت لي على نصيبها في الاوتيل، وما كنتش اشوف في عينيها النظرات اللي بتبصها لي من ساعه لما سبتها. انا لو ما غفرتش وسامحت بعد اللي حصل لها ما بقاش بني ادم. تبقى لسه بتحبها، وانا كمان لو ما قدرتش اسامح واغفر وقلبي يبطل يصد بعد كل اللي شفته وسمعته، ما بقاش بني ادم، ما بقاش ام. ام كل همها في الدنيا ان ابنها الوحيد ضناها يعيش متهني ومرتاح البال. انا مصدقه ندم امال، وتاكدت بنفسي كمان انها بتحبك وبايعه كل حاجه في الدنيا، واهم حاجه عندها انها تحتفظ بيك انت. ولو ان كان نفسي قوي افرح بحفيدي اللي من صلبك واعيش لغايه ما اتجوزه. يا ماما انت كنتي فرحانه بسليم الصغير، كنا كلنا فرحانين بيه وهو بيكبر قدامنا من غير ما يكون من صلبي. يعني ماما لو اتبنينا طفل صغير. لا يا حبيبي، لا لا، دي مشيئة ربنا ما نعترضش عليها ابدا، وما نسلمش امان عشان ما بتخلفش، ده ابتلاء من ربنا نقبله وما نعترضش لسه بنحب بعض. ادخل. في ايه يا اسمت هنا؟ حضرتك ليه رافضه انك تقابليني؟ مش فاضيه. ايه اللي خلاكي تقولي للصاخ شريف انك انت شاكه في ان امين هو اللي حط السم لادهم بيه؟ مع ان انت قايله لي بنفسك ان انت شاكه في مراد. وبعدين ايه حكايه الفنجان اللي ظهر فجاه ده وانت ما كنتيش قايله لي عليه؟ بتحقق معايا بصفتك ظابط ولا قاضي؟ واسلوبك كمان اتغير معايا. هو ده أسلوبي، أتكلم مع الشخص اللي أنا عايزاه بالأسلوب اللي أنا عايزاه، وزيارات المفاجأة دي أنا مش سامحة بيها. اتفضل حضرتك. امر ضبط واحضار لمين يا حضره الصاغ؟ لامين يا علي. ده مستحيل يحصل. للاسف مستحيل ما يحصلش. في لمح البصر بقت اهم قضيه في بره مصر كله. توصيات من كل الاتجاهات. بس امين بريء. امين ما عملش حاجه. انا كمان اقدر اقول لك ان امين بريء. باحساسي وانطباعي وتقييمي الامور وبالمنطق كمان امين بريء. لكن بالادله والشهود والقرائن أمين متهم يا علي. طب إيه اللي حصل؟
ايه اللي قلب الدفه ناحيه امين فجاه كده؟ موضوع كبير يا علي، كبير قوي. كويس ان انت هنا عشان الكلام اللي انا هقوله ده انا عايزه اقوله قدامكم انتوا الاثنين. القصه اللي انتوا بتخططوا لها وتدبروا لها دي مش هتحصل. انا مش قادره اصدق ان الشر وصل بيكي للدرجه دي. اتكلمي كويس. امين هو اللي عمل التليو بايده واداها لابوكي بايده، وكان في سم. ايه بعد كل ده مش قادره تصدقي؟ مش قادرة تفهمي؟ مش قادرة تشوفيهم على حقيقتهم؟ أخو ضحى اللي صدق اللي هو المدير، هو اللي طلب من اسمة تاني منها تفتح باب التحقيق تاني. هو ما قالكيش ولا إيه؟ أنتوا مش بتتقابلوا في السر وبتحكوا لبعض كل حاجة؟ بس دي حاجة لسه حسابك فيها معايا بعدين. إحنا مفيش ما بيننا ولا حسابات ولا كلام ولا روابط يا مراد. أنت بالنسبة لي المجرم اللي قتلت أبويا وهدفعك الثمن على حصلش. أنا ما قتلتش عمي. اللي قتل عمي اتقبض عليه النهارده وانا مش ههدى غير لما يتحكم عليه بالاعدام. هو انت ليه قلتي لعلي ان مراد هو اللي قتل بابا؟ انا ما قلتش حاجه زي كده خالص. كون ان هو حدق وفهم كده مشكلته مش مشكلتي. انا دلوقتي برجع حقي. هو انت ازاي لسه شايفه ان ظلمك ده حق؟ هو انتوا ايه يا ملسه؟ انت اخر واحده ممكن تتكلم عن الظلم. اخر واحده. مراد خد مرادك من قدامي وعقلها. أنا برجع حقي. ما تلمسنيش. اللي انتوا الاثنين بتعملوه دلوقتي ده بينهي أي علاقة طيبة كانت ممكن تبقى ما بيننا. انت بالنسبة لك علاقتنا انتهت خلاص. بس انت يا ماما لازم تبقي عارفة كويس قوي ان هو كان قرارك انت ان انت تخسريني إلى الأبد. عشان انتي مصممة انك تشوفي ظلمك ده حق. بس انا مش هوافق وهحاربك يا ماما. انا ولا هطلقها ولا هسيبها للكلب اللي اسمه علي دولة وعلى جثتي. المرة دي احنا ومن بعدين الطوفان يا اسمة هنا. اسمة ومراد عايزين يلفوا حوالين رقبتك حبل المشنقة ومخططين لده من زمان وخطتهم محبوكة عشان خاطري. ركز معايا. اليوم اللي ابوك مات فيه انت فعلا رحت الورد وقلت لها ان انت هتخليها ست اللوكندا؟ امين وغلاوة أمك عندك ركز. قلت لها الكلام ده ولا ما قلتوش؟ لما كانت بتضحك لي كانت الدنيا كلها بتضحك لي. وبحس إن الهوا بيحضني. كنت بشم الحتة في النمرات والأود فشر الكلب قولي. طيب يا أمين معلش أنا دلوقتي محتاج أعرف عشان أقدر أساعدك. الكلام اللي هي قالته عشان توديك بيه في 60 داهية ده أنت قلته ولا ما قلتوش؟ قلت لها. أنا بحبها
وإن مفيش حد هيحبها قدي، وإن أحلب لها الدنيا كلها بين إيديها، وهي صدقتني، صدقتني وعرفت إني بحبها وإن محدش هيحبها قدي، برضه عمرها ما كدبت عليا. لا كدبت عليك يا أمين، وأنت عارف ومتأكد إنها كدبت عليك، لأن هي واحدة فجرة وكدابة وخاينة، كانت عايزة تضيعك. مش بس كانت، دي مصرة لحد دلوقتي إنها تضيعك وتوديك في 60 داهية. عشان كده لازم تساعدني وتساعد نفسك. افتكر كويس، يوم ما ابوك مات انت اللي طلعت لي التليو، ولا في حد تاني هو اللي وداهوله؟ ها؟ انا علي، انت عارف ان وجودك هنا بشكل استثنائي، زي ما انت عارف ان الزيارة اصلا ممنوعة. كفاية كده ارجوك. مظلوم بقى هو المتهم وهو اللي ممنوع عنه الزيارة، والظالم بره حر بيجور على حق الغلبان ده هو وامه، ده ما يرضيش ربنا حضرة الصاغ. خلي بالك منهم يا علي، أنا اللي جيت لك وطلبت منك تفتح القضية دي علشان ساعده، مش هسامح نفسي لو حصل له حاجة. أنت غلبان، أمه كمان هتروح فيها. أبوس إيدك عذرة الصاغ، أرجوك وقف جنبي. مش محتاج ترجوني يا علي، ولا محتاج تقول لي كل الكلام ده. أنا شخصياً عايز أساعده، بس أعمل إيه؟ كل الأدلة ضده. كذب وزور، عارف انها كدب وزور. يبقى لازم نثبت يا علي ان هي كدب وزور، لان هو ده القانون. بونجور. اهلا اهلا يا امال، ما حدش شافك يعني على الفطار؟ معلش اصلي كنت بعزل. تعزلي ليه؟ انت مسافره ولا ايه؟ مسافره ايه؟ بتعزلي يا ستي، بتنقل حاجتي عشان تقعد مع جوزها في نفس الاوضه. الف الف مبروك. اخيرا رضيتي عنها يا عنايات. وهفضل راضي عنها طول ما هي حاطه احسان في عينيها. هاتي بوسه. مساء الخير يا هن. مساء النور. فارس بيه المحامي بيسلم على حضرتك. عملت ايه؟ من بكره الصبح هيقدم طلب باعاده هيكله اداره الاوتيل. ومش بس كده هن، هيجمد اي حاجه ليها علاقه بامين وسكينه، سواء كان في الاداره او المراس، لغايه ما يتحكم في القضيه. صح كده. اتفضل يا هن. قوم عايزك في كلمتين. ما تعوز، انا مش عاوز اتكلم. ومفيش كلام بيني وبين واحد زيك.
اللي بيني وبينك عمره ما هيبقى كلام، بس لسه وقته ما جاش. قوم اتكلم معايا راجل لراجل بالذوق بدل ما اقومك بالعافيه. اوعى البدله اللي انا لابسها تنسيك انا مين. انا لا بيه ولا تربيت بهوات زيكم، شكلي ومنظري مش هيهموني. بلاش تهين نفسك. روح معايا مراد، الناس بتتفرج علينا وكل حاجه هترجع لاصلها قريب. انت بتحطي راسك على المخده بالليل وتنامي ازاي؟ خده من قدامي يا مراد. تحت امرك يا هاني. طبختوها حلو انتوا الاتنين، واعترف لك ان انا اكلت الطعام. يعني انت عارف ومتاكد ان امين غلبان وما عملش حاجه، وان الحكايه دي مش تطلع بره واحد فيكم انتوا الاتنين، يا انت يا اسمت. بس من كتر جحودكم وجبروتكم، من اليوم اللي عملتوا فيه كده وانتوا مخططين تلبسوها للواد الغلبان. اللي انت بتقوله ده اسمه هزيان، خيال مريض، او محاولة غريق انه يتعلق بأشياء. ايا كان اسمه ده مش موضوعي. موضوع انا واسمه تاني من ان في قضية تحدد لها ميعاد جلسة بكرة، متهم فيها جرسون امه خدامة عندنا، ويوم ما يتحكم عليه انه هو اللي قتل ادهم بحفظي الله يرحمه، وهيتحكم عليه هيتحرم من اللي انتوا بتقولوا عليه حقه في الميراث. هي دي الحقيقة اللي انتوا رافضينها ومش عايزين تصدقوها. هو ده اللي انت كنت عايزني فيه؟ لا. انا كنت جايبك عشان اقول لك ان انا كان في بيني وبينك طار. طار ضحى. انما دلوقتي بقى في بيني وبينك ألف طار. ولو في شعرة اتمست من امين أو من نظلي أنا هقتلك. نظلي دي قضية تانية خالص، لسه وقتها ما جاش. أنت للدرجة دي ما عندكش كرامة؟ هو أنت مش واخد بالك إن هي بتكرهك وبتحبني أنا، وإن أنا كمان بحبها؟ مستني إيه عشان تختفي من حياتي؟ مش هقول لك مستني، هفاجئك. هفاجئكم انتوا الاثنين. في حاجة ولا ايه؟ هتجنن يا حسام بيه. بحاول بكل طريقة أبين لهم إن إحنا أقوياء ومش خايفين منهم، بس مش قادر. إحنا موقفنا ضعيف قوي. أنت رحت للمحامي؟ رحت له. رحت له أكد على كلامي ده. أنا كمان رحت للمحامي كبير معرفة. للأسف قال لي نفس الكلام ورفض القضية. جلسة بكرة. أمين لو خد حكم أنا هقتل مراد. إيه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع برا. إلا ابني يا اسمك، إلا ابني. امشي اطلع برا. فكري في الانتقام بأي طريقة تانية، أنا ماليش في الدنيا غير أمين. عايزة ايه؟ الفلوس؟ الاوتيل؟ خديهم. نمشي حالا. حاضر. نفضل خدامين. حاضر. عشان ما بقاش فارق معايا خلاص. كل الناس عرفت انا كنت متجوزة مين، وامين ابن مين. مش فارق. عيشتك دي والعز اللي انت فيه ده ما يلزمنيش.
رمش من رموش ابني الدنيا وما فيها. على فكرة انتي صعبان عليا قوي خالص. انا عارفة اني مش صعبان عليكي لانك اصلا مش فاهمة الكلام اللي انا بقوله، عشان انتي ما تعرفيش يعني ايه ضنا. انتي عارفة ان بنتك لما بتتعب بتيجي تترمي في حضني انا؟ انت عارفه ان بناتك بيكرهوكي عشان انت عمرك ما كنت ام بالنسبه لهم ولا هتبقي يا اسمت. عشان كده انا جايه اكلمك باللغه اللي انت تفهميها. هتنزل لك عن كل اللي ورثته انا وامين. احنا مش عايزين اي حاجه، بس بعدي عن ابني. اوعي تأذيه. عارفة شكلك كده وانتي مسلولة ريحني. ولأول مرة من مدة طويلة قوي هنام وانا مستريحة. مش طلع برا برا. تشربوا ايه؟ لا شكرا مش عايزين نشرب حاجة. انا جاي بس عايز افهم من حضرتك، انت ليه قلت لنا لما المحكمه هتاجل دي حاجه في مصلحتنا؟ دلوقتي مش القاضي اجل القضيه لحد ما نلاقي ورد؟ ايوه، بس حتى لو لقى ورد هترجع تقول نفس الكلام اللي قالته قبل كده، مش هتغير كلامها. اللي اعرفه ان المحكمه لما جت تستدعي ورد بعتوا لها على عنوانها في المنيو، وده نفس العنوان اللي هي قالت ان هي هتبقى موجوده فيه. وهم ما لقوهاش عند اهلها؟ مش المشكله ان هم ما لقوهاش عند اهلها، المشكله ان هي ما راحتش عند اهلها اخر ست شهور، وده يتنافى تماما مع كلامها ان لما امين طردها راحت عند اهلها في المنيو. والتضارب ده في اقوال الشاهد اعتقد ان هو هيبقى في مصلحه المتهم. طيب معنى كلامك ان في امل. يعني امل ضعيف جدا، بس في الاول وفي الاخر اسمه امل. يعني ما تعرفش مكانها فين؟ المفروض هنا من هي تبقى في المانيا، دي اخر حاجه كنت اعرفها. يمكن تكون خافت ما اعرفش. يعني ما تعرفش؟ انت لازم تكون عارف مكانها. قلت لحضرتك يا اسمة هاني من الاتفاق كان ان هي تبقى عند اهلها في المنيا. وارد جدا ان هي تبقى خافت عليهم او لقت مصلحه اكبر. حضرتك عارفه ورده هاني تبيع اي حاجه عشان مصلحتها. اه بس مش هتبيع ابو ابنها اللي وعد ولسه ما وفاش. انا مش عارف ليه اسمة هاني حضرتك مهتميه قوي تعرفي ورده فين. يلاقوها ما يلاقوهاش مش بتاعتنا، عشان خلاص اللي احنا محتاجينه منها حصل والشهاده بتاعتها موجوده في المحضر. مراد انت متاكد انك انت مش مخبي عليا حاجه؟ حاجه زي ايه هنا؟ حاجه زي اي حاجه. طمني يا اسمة تاني، فارس بيه المحامي طمني وقال لي ان الحكم بالاعدام هيبقى الجلسه الجايه. مفيش أي داعي للقلق. مسكينة، مستريحيش أوي كده. مسرحش يعني إيه؟ يعني ما تسهميش، يعني ما تقلقيش. مش قلقانة، مش قلقانة خالص والله يا صديق خالص. بالعكس، ده مطمنة أوي. تفتكر بعد ربنا الحمد لله نجى أمين من الحادثة الفظيعة اللي كان رأيت فيها، ونجى من البنت الحرباية اللي كان متجوزها دي، هيوجع قلبي عليه؟ لا أنا متأكدة إنه مش هيوجع قلبي عليه. الأمين فيه ده ابتلاء،
فيه ده اختبار ياما ياما حطيني في اختبارات بس كنت بصبر عشان كده كان بيجازيني بعدها خير إن شاء الله هتعدي نبي يا رب طبخهولك بإيدي ربنا يستر بقى لو عجبك الأكل ده همشي الشيف ها وخلي نازلي اللي تطبخ لنا بعد كده من غير ما أدوق مشي أنا متأكدة الله ده ريحته تحفة تسلم إيدك وبصراحة بقى أنا كمان جعانة جدا وهاكل كل الأكل عشان المرة الجاية لما تروحوا الأمين الزيارة تقولوا له إني باكل كويس وإني واخدة بالي من صحتي زي ما قلت له زي ما وعدته انتوا هتقفوا تتفرجوا عليا اقعدوا كله معايا سعيدة يا ناس يا طيب الله يوحشتوني قلبي معاك يا ست سكينة والله أول ما سمعت اللي حصل ركبت أول قطر وجيت على طول دلوقتي متهمين أمين إن هو اللي حط السم لأبوه هو اللي حط السم لأدهم بيه مش عارفة مش عارفة مستنيين معجزة تحصل عشان تثبت براءة أمين انت صدقين أمين يقتل أمين خير يا فندم ست سكينة فيها حاجة؟ لا ست سكينة نامت أنا اللي مش عارفة أنام ومش هعرف أنام إلا لما أحكي لك اللي أنا جاي أحكيه لك حضرة الصاغ تعالي يا فاطمة ما تخافيش أنا جبت لك دليل براءة أمين اقعدي اقعدي يا فاطمة احكي للصاغ شريف على كل حاجة احكي له إيه اللي حصل يوم ما أدهم بيت قتل احكي يا فاطمه ما تخافيش احكي يا شاطر احكي ليلتها وانا داخله اوضتي عشان انام قبل ما عينيا تروح في النوم افتكرت اني نسيت رشه التلميع في اوضه 101 حضرتك الاوضه 101 دي في نفس الدور بتاع الاوضه بتاعت ادهم بيه فرق بينهم اوضتين كملي يا شاطر لما افتكرت اني نسيت الريشه النوم راح من عيني خفت لحسن الست سكينة ولا ضحى الله يرحمها يصبحوا تاني يوم ويدخلوا ويشوفوا الريشة فيطينوا عيشتي قلت أنا أسلم حاجة أعملها إني أروح أخد الريشة وأرجعها مكانها ولا من شاف ولا من دري وفعلا ليلتها طلعت من غير ما حد يشوف أمين ممكن تنزل تجيب لي المفتاح من عند ماهر تحت في الريسبشن؟ لا حاضر فندم هدخل التيلي ادهم بيه وانزل حالا وانا هفضل مستني على الباب لحد ما تدخل التيلي ادهم بيه هات لي النسخه وتعالى تحت امرك يا فندم انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا فاطمه؟ طبعا متاكده حضرتك انا حالفه يمين الكلام ده حصل يا امين حصل حصل طب ليه ما قلتش الكلام ده قبل كده كنت ناسي والله كنت ناسي بجد كنت ناسي بنت كدابه يا فندم الكلام ده ملوش اي اساس من الصح لا لا الكلام اللي قلته فاطمه ده حصل اسكت يا امين وهي مصلحه فاطمه انها تقول كلام من ده ممكن عشان الفلوس او تكون انت معانا في ترقيه او حاجه يا سياده القاضي انا كنت سبت اللوكوندا كلها ورجعت قعدت في بلدنا وما رجعتش الا عشان اودي الست سكينه وهي ما كانتش تعرف اني رايحه لها هيكونوا عايزين يرقوني ازاي بس وما بقتش عايشه هنا من اصله يا فندم انا ما كانش عندي ادنى فكره طب وبعد ما سمعت الكلام اللي قالته البنت فاطمه
هل تتهم مراد حفظي بقتل أدهم حفظي ولا لا؟ أنا سبق وقلت إن بتهم أي حد ممكن يكون مشتبه فيه فقتل أدهم، أنا ما بغيرش كلامي. حضرتك كده اتهمتيني بقتل عمي بشكل مباشر يا هانم. كانش ممكن اغير اقوالي يا مراد، كنا هنفتح على نفسنا ببان الشك. ما تفتحيش على نفسك ببان الشك. طب وانا كنتش احب ان ببان الشك تتفتح عليك انت كمان، انما مش انا اللي ما كنتش حريصه وانا بحط السم في الكوبايه. وحضرتك كمان شايفاني ان انا مقصر في دي؟ مش مهم مين فينا اللي مقصر ومين فينا مش مقصر يا مراد، الموضوع قدام القضاء. روح شوف المحامي هيقول لك ايه تتصرف ازاي. نتصرف يا اسمة هانم، اسمها نتصرف، انا مش هتصرف لوحدي، عشان لو اتكلمت فتح في الموضوع ده تاني انا هحكي كل حاجه تاني. يا مراد بتهددني تاني؟ اه. وفر مجهودك وروح شوف هتثبتها على ابن سكينه ازاي، لانه لو ما تثبتش التهمه عليه هتتثبت عليك انت وانت لوحدك، لانك انت عارف كويس قوي ان انا ما عملتش حاجه. بتكدبي على مين يا هاني؟ مفيش حد معانا، وانت عارفه كويس قوي ان انت اللي حرضتيني على قتل عمي. حرضتك؟ وانت نفذت ليه؟ مش علشان مصلحتك؟ كنا بندردش مجرد قردشه. روح اثبت ان انا حرضتك. اتفضلي يا ست سكينة، الصاغ شريف على وصول، أمريني. عاوز أقدم بلاغ ضد مراد حفظي، بتهمه بقتل أدهم بيه حفظي جوزي. حالا. دي تذكرتك يا فندم، القطر بتاعك هيقوم كمان نص ساعة وأنا هفضل معاكي هنا لغاية ما أركبك القطر بنفسي. أنا متشكرة أوي. شكر عليا ده، انا لو قعدت من هنا للسنه الجايه مش هعرف اشكرك على جميلك ده. جميل ايه بس؟ ما كانش جميل، دي شهاده حق. لا شهاده حق وجميله كبيره، مش هقدر انسى لك العمر كله. واسمعي، لو احتجتي اي حاجه في الدنيا احنا اخواتك، اوعي تتكسفي تطلبيها. اتفقنا؟ طيب هو انا ممكن اسالك سؤال؟ بقول لك تطلبي اللي انت عايزاه، اسالي. طب هو انت ليه ما كنتش عايزني اقول اي حاجه للقاضي ولا للصاغ من اللي حصل لحادثه ضوء اختك؟ عشان ده باب مقفول يا فاطمه، وحتى لو فتحناه مش هيرجع اللي راح. ولا عشان خاطر نازلين؟ انا عارفه انك بتحبها من زمان، من قبل ما اسيب اللوكان ده. عارف ان انا بحبها، يبقى مش هينفع ان انا اسجن امها، وخصوصا كمان ان ضحى كان ليها ذنب كبير في اللي حصل لها، ويا عالم قضيه ادهم بيها تودي لحد فين. بس يبقى معاك حق، المهم اللي جاي مش اللي راح. صح، المهم اللي جاي. امر بالقبض عليا انا؟ لا طبعا، انا مستحيل انزل من هنا قدام النظر وانا مقبوض عليا. انت لازم تلاقي طريقه وتتصرف. يعني ايه ما ينفعش؟ اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي ما ينفعش يا متر. حضرة الصاغ انا متاكد ان هو لسه جوه الاوتيل. امن لي مخارج الاوتيل فورا. حاضر يا فندم. اتفضل. حد شافه رب ايه؟
مش عيب لما تبقى راجل كبير وتستخبى زي الفيران؟ انت فهمت كده عشان انت ساذج وفلاح واول واحد بيلقط الطعم اللي بيترميله. فاكر اني كنت همشي اسيبك تتهنى بحقي في كل حاجه؟ خسرت كل حاجة وانا اللي كسبت. سامع؟ انا اللي كسبت يا مراد. يلا عشان خاطري انزلي معانا. بعدين ايه الضلمه اللي حضرتك قاعده فيها دي؟ يلا يا ماما عشان خاطرنا. طلعيها في الفستان الجديد من دولاب يا امال. حاضر. بره. ادخل. ازيك يا سكينة؟ الحمد لله. احنا مش هنحط نهاية بقى للحكاية بتاعتنا دي ولا ايه؟
بقيت ايه؟ بقيتنا انا وانت. طب وليه بس عايز تحط لها نهايه؟ انت تعبت مني ولا ايه صديق؟ انا اتعب منك انت يا سكينه، مستحيل. مش هينفع. ليه؟ عشان انا ام امين. انا الست سكينة ام امين، وعمري ما هبقى اي حاجة تانية غير ام امين. طب وصدي حلو، خليه كده، عمره ما هيتحقق. خيال يا صديق. يكون موجود بكرة قبل الساعة 8 الصبح، ضروري جدا. قلت لك قبل كده؟ لحظة واحدة. قلت له قبل كده. أنا عارف إن أنا قلت لك قبل كده، أنا بس متأكد. يلا يا أمين، الناس مستنيين من بدري. حاضر يا ماما، انا اصلا بشتغل مش بلعب يعني. انا عارف انك بتشتغل مش بتلعب يعني. لايق عليك العز يا ابن سكينة. ابن سكينة هنا. طيب حاضر. نازلين حالا. حاضر. ها؟ مفيش فايدة. معلش. مسألة وقت. تجلى عشان بيزنه. لا استنى. ايه؟ غمض عينك. اشمعنى؟ غمض. مش وقته. فتح. من سنتين بالظبط انت كنت واقف لايس، والولاعه دي انقذتك. اه دي مش انقذتني وبس، دي نورت دنيتي كلها بعد ما كانت مظلمة. خلاص يبقى خليها لك، أنا مش محتاجها. لا مش هينفع، أنا عارف دي غالية عليك قد إيه. مش أغلى منك. يوووو. حاضر نازلين نازلين. الرجاله دول مش هيسكتوا، هيفضلوا يرفون. تعالي على محلك. زهيري باشا الله يرحمه كان بيحب خالك مسيو أرمان قوي. الله يرحمه.